حسام خايف مرة يا أخي. أقول كذا كلام ركب يلا طلع السيارة. براء، فهد، تمام طال عمرك. الرجال معي، وش السالفة؟ أنا أشك إن حسام وعمر جالسين ببيت زيد. أجل ليش ما دقيت الباب؟ دقيت الباب بس ما حد يرد. اسمع، أبيك تحاصر المكان زين، وباك تكلم لي عدنان يجيب لي إذن من النيابة عشان نقطع من البيت. أبشر طال عمرك. يلا. وش السيارات اللي هنا؟ ليكون مباحث. إلا مباحث عند بيت زيد. وش تراهم إننا كنا عند بيت زيد؟ التزم الهدوء، التزم الهدوء. طيب وشلون نلتزم الهدوء يا أخي؟ وهذول الحين لو دروا إنه المباحث برا بيسووا لنا صجة. عندك تيب؟ موجود هناك. مش أنا إيش جابني هنا؟ جابنا حظنا العاثر. وأنا أخوك. وأنا أخوك فهد. أنت تذكر الحادث اللي صار لك قبل 20 سنة؟ إيه أتذكره. طيب الحادث كان عند بقالة؟ إيه؟ يا سلام، دقينا سواليف ومبسوطين. وش رايكم نجيب مكسرات وبلاي ستيشن ونسولف مع بعض وننبسط ونستانس؟ اسكت انت وياه، تفهم وش معنى اسكت؟ اسكت والله لو اوريك. اقول انطم ولا كلمه؟ لا باللي بظهري هذا أثور فيه على راسك. انطم انطم. كلكم مؤدبين مثل هذا ما يتكلم ولا يطلع صوت. أسمع منكم نفس واحد؟ أسمع منكم نفس واحد؟ ها؟ أثور بكم واحد واحد. أبق عليكم شوي. يا أخوي قلبي ما سلاه، وين الطريق الموصلة؟ وين هالدروب اللي قا من هو يجاوب الأسئلة؟ يا أخوي يا سند وضياي، يا ضيدي في خطاي، يا اعتمادي في حياتي، يا سنا عمري وهي.